السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب، اضغطوا على زر الاعجاب من فضلكم وصلوا على رسول الله. شاهدوا بانفسكم الاعلام المصري النزيه كيف تضامن مع اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان، وكيف يحلل بطريقة واقعية ومنطقية ويثبت تواطؤ الاتحاد الافريقي مع فريق نهضة بركان وفوز لقجع. فوز لقجع يصول ويقول في اروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم دون رادع. ده يحسب ليه ما يحسبش عليه على فكرة بحسابات اعلام او الكشف عن قمصان تحمل عبارات سياسية او دينية. العقوبات تبدأ من اشهار الكارت الاصفر وبعده الطرد من الملعب مع امكان توقيع عقوبات لاحقة على من يخالف هذه التعليمات بتوقيع الغرامات المالية، ثم الإيقاف لفترة عن اللعب على الصعيدين المحلي والدولي، وأخيرا الشطب النهائي من سجلات ممارسي كرة القدم. الأصل في الحكاية إيه؟ إن دي رياضة في كرة القدم، دي رياضة في كرة القدم. إحنا ليه ندخلين من إمتى؟ ودي حاجة من الحاجات. وطبعا عشان بس نتفق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجاز التيشيرت الخاص بنهضة بركان، عشان نبقى متفقين، بس أجاز التيشيرت يعني وافق عليه. وبناء على ده القرار حتى اللي طلع وانا شايفه سريع جدا، بانه اعتماد نتيجه المباراه اعتباريا 3-0 لصالح نهضه بركان على اتحاد العاصمه. وطبعا هو قال هنلجا للمحكمه الرياضيه ولسويسرا والى اخره، وهيتكلموا في الموضوع. القصه كلها انه مباراه في كره القدم، اعتقد تيشيرت نهضه بركان في سنوات سابقه ما كانش محطوط عليه شكل المغرب خريطه، شكل المغرب خريطة. ليه في التوقيت ده؟ أو ليه في الفترة اللي فاتت؟ دي حاجة. هل الناس المسؤولين في الاتحاد الإفريقي ما عرفوش إنه في بعض المنازعات السياسية على إقليم أو حتة معينة عليها خلاف بتنفصل عن المغرب أو الآخر؟ إحنا مالناش دعوة بالسياسة خالص، بس أنا بتكلم إن في حاجة عليها مشكلة، وبالتالي أنت المفروض اتحاد دولي، اتحاد قاري، اتحاد أهلي، أنت بتبعد نفسك عن القصة دي. أنا هسأل سؤال كمان، هو لو منتخب فلسطيني النهاردة بيلعب في بطولة وحطوا على التيشيرت بتاعهم حدود دولتهم هيعدوا بيه؟ ده سؤال مهم. هيعدوا بيه؟ هيوافقوا لهم؟ هيلعبوا اصلا؟ متهيألي السادة المسؤولين في الاتحاد الافريقي عايزين نجنب قوة وسطوة فوز لقجع، وارجعوا كده درسوا الحكاية وشوفوا اللي حصل. انا على فكرة لا مع ولا ضد، في الاول وفي الاخر في لوائح وقوانين بتحكم القصة، بس انا جبت لكم اللوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد الدولي. بعد تماما وفصل تماما اي حاجه فيها تمييز سياسي، عرقي، ديني، عنصري، حتى نوع الجنس، الراجل والست، كل حاجه، كل حاجه. قال لك ده مكانه مش الملعب. انا النهارده نازل بتيشيرت حط عليه خريطه بلدي اللي هي عليها خلاف، ايا كان نوع الخلاف ما بين مين ومين، ايا كان نوع الخلاف ما بين مين ومين. البعض ممكن يعتمد يقول لك ايه، طب ما هو نادي بركان لعب بالتيشيرت ده في دول اخرى، ما دول اخرى مالهاش علاقه بالموضوع، فمش هيعدي عليه، هو مش هيقف اصلا عنده. ما اللي هيقف عنده اللي يخصه، اللي هيقف عنده اللي يخصه. طب الحته دي حته سياسيه؟ اه طبعا سياسيه، في نزاع، اكيد في نزاع. هو الاتحاد الافريقي عدته ازاي؟ هو ده السؤال، هي عدته ازاي؟ طيب بما انه عدته وموافق واجاز التيشيرت، عشان كده طلع قرار في منتهى السرعه اللي في الدنيا 3-0 اعتباري. اعتقد دي حاجة من الحاجات اللي محتاجة دراسة، وللمرة الالف هقول شابوه فوزي لقجع. الراجل ده بيعرف ياخد اللي هو حقه بالكامل واللي اقل من حقه حتتين. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.